بكم معكم فاطمة من قناة زوزو زيت. مقطع جديد، حلقة جديدة، هو تحدي الفجار مع ولد أختي اسمه يزن. ويلا نشوف اللي يخلص أول، يعني واللي يخلص أخير له عقاب. ويلا نشوف، يلا وراح نبدأ التحدي. 1 2 3 يلا كل كل. أنا بقيل شوية، وأنا بقيل يعني كتير شوية. والله حلو كل. كل بسرعة. ما بقي لي كثير قليل. خلاص خلاص، وراح نديله هو العقاب ونشوف العقاب. والعقاب هو ححط له مويه مع ملح، وهو عشان من الاول قال يبغى مويه وانا ما اديته، ولحين يعني زي المقلب الحين حسويه فيه. يلا اشرب اشرب، خلصها كلها، اشرب اشرب، هات عقابك اشرب. خلاص بشرب منه شوية، وهذه نهاية الحلقة. أتمنى انكم تدوني لايك وسبسكرايب وشير. يلا مع السلامة.